بكم في فندق هيلنان أو برج الفيوم. يا أهلا وسهلا معاكم، حلقة جديدة من بلاد طيبة. كل سنة وحضراتكم طيبين. يعني خلصت شوية الأعياد، وكان في أعياد كتير جدا الفترة اللي فاتت، يعني عيد الفطر وطبعا أعياد المسيحيين. كل سنة وكل مصر طيبة وبخير يا رب. داخلين بقى على مرحلة جديدة، استعداد للصيف. خلاص احنا المفروض ان احنا بنودع الربيع وداخلين على الصيف. بالنسبة للسياحة، يمكن مؤسسات كتير اتكلمت في الموضوع ده، ان مصر من البلاد الواعدة اللي عليها طلب كتير جدا الفترة القادمة. الكورونا ما خلصتش، لكن هي زي ما تقول ايه، الكلام عنها خلص شوية. وممكن يكون خلاص احنا على يعني قاب قوسين او ادنى انه الموضوع ده ينتهي تماما ان شاء الله، يعني ويبقى زي كده انفلونزا الخنازير والحاجات اللي كنا بنسمع عنها، ودلوقتي ما بقيناش نسمع عنها حاجة خالص، محدش عارف. لكن طبعا لسه ده بننتهي منه وبنقوله باي باي، بنمسكنا في الحرب والموضوع كبير جدا. ممكن نكون احنا متخيلين الموضوع بعيد عننا، لكن ادينا شايفين ان الموضوع على مستوى الاقتصاد وعلى موضوع التضخم والارقام، لسه امريكا مزوده 0.5%، ودي حاجه كبيره جدا بالنسبه للفوائد. لما احنا بنتكلم على تضخم وازاي هيوصل لنا، ولازم يبقى عندنا وعي كافي. البلاد دي الاوروبيين وامريكا تحديدا لما بتحصل عندهم مشاكل اقتصاديه، وده يمكن حصل في 2009 و2010، الناس دي عرفت تتصرف بسرعة، وهم نفسهم على حتى مستوى الأسرة كانوا بيعرفوا يتكيفوا. وكانوا منزلوا على طول، غيروا المناهج على طول، خلوا حتى من ابتدائي كده في حاجات ليها علاقة بالاقتصاد وازاي ترشد في الاستهلاك وازاي تتعامل مع الأزمة. احنا كمان لازم نبقى عندنا الوعي الكافي انه لو في ايديا دلوقتي فلوس لازم افكر انا هشتغل فيها ازاي، هستثمرها ازاي، ولو ما فيش في ايديا فلوس ابتدي اغير ميزانيتي وابتدي اخطط بشكل جديد. من ضمن الحاجات اللي اتأثرنا بيها جدا السياحة، البيوت كلها اتأثرت بشكل او باخر، سواء الاثرياء ابتدوا يغيروا وجهتهم نتيجة حروب، نتيجة الغلاء برضو غيروا مخططاتهم بشكل كبير. وكمان حتى الناس المتوسطة والفقيرة برضو ابتدت تغير مخططاتها في انه لا السنة دي مش هسافر، لا السنة دي انا هسافر جوه مصر مش هسافر بره مصر. الناس اللي حتى اللي كانت بتعمل رحلات بشكل بدل ما هتعملها 10 ايام مثلا، الناس البسيطه تقول لك لا انا هعملها 3 4 ايام بس. ففي نوع من التغيير حصل. بنتكلم دلوقتي مصر منتظره عدد من السياحه، منتظره، وبالذات اخواتنا العرب، وكالعاده هم دايما بيبقوا ساندين مصر وبيحبوا يجوا مصر حتى في وقت الازمات. النهارده هنتكلم على كذا نقطه كده، من ضمنها الملتقى العربي للسياحه والسفر اللي هيبقى في دبي ان شاء الله، وده مصر هيبقى ليها سكشن كبير هنتكلم عنه، وهنتكلم منتظر ايه من هذا الملتقى. كمان هنتكلم على كازاخستان وانها برضو من الاسواق الواعده في الفتره القادمه دي، وفي خطه منظمه علشان نستقبل عدد اكبر من اهالي كازاخستان في مصر، وهم منتظرين يشوفوا ايه في مصر في الفتره القادمه. هنتكلم برضو عن الحرب وتاثيرها علينا، وفكرة الدولار اللي عمال سعره يزيد، وفكرة الأزمة اللي بتلمس العالم كله وهتلمسنا أكيد برضو بشكل أو بآخر. دي كلها أمور هنتكلم فيها. هنتكلم على حاجة مهمة جدا، والحقيقة أن دي طول عمري أنا بشوف أن احنا مشكلتنا الأساسية في أن احنا إزاي نسوق لنفسنا مظبوط، إزاي نبقى بنستعد للصيف القادم بشكل صح. عندنا دايما مشكله في دي، لكن معانا بقى اهل العلم والخبره واللي دايما بيدينا افكار رائعه. على فكره دايما بعد حلقات ريمون ضيفنا النهارده بنبتدي نشتغل عليها طول السنه، انه اقتراحات اللي بيقولها بتبقى اقتراحات حلوه جدا في بعض الاحيان او في اغلب الاحيان بيتاخد بيها، زي ما شفنا قبل كده. اتكلمنا قبل كده مع ريمون وكان ساعتها بيدي افكار لطريق الكباش لو تفتكروا، وساعتها حتى قال عروض ازياء ممكن تتعمل، وادى شويه افكار رائعه اتنفذت على فكره. معانا مدير تسويق سياحي لاحدى شركات الفنادق طبعا ريمون نجيب. يا اهلا وسهلا يا استاذ ريمون. اهلا وسهلا يا حضرتك، اخبارك ايه؟ مبسوط ان انا ابقى معاكم. احنا كان مبسوطين، طولت عليك شويه، بس احنا معانا فقره كده ثابته في الاول هنشوفهم مع بعض، مجموعه من الاخبار السياحيه لو تحب تعلق عليها طبعا يساعدنا بعد ما نشوفها. يلا. البداية دايما مع الأخبار السياحية مشاهدينا، نشوفها دلوقتي.
خلصت أخبارنا السياحية مشاهدينا، نرجع مع بعض لاستوديو بلاد تيفا. أهلا بكم في فندق هيلن لاند مارك بالقاهرة الجديدة. رجعنا لكم مرة تانية، منورنا في الاستوديو الأستاذ ريمون نجيب مدير تسويق سياحي لأحد شركات الفنادق. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، زي حضرتك. طيب خلينا نبتدي كده بالأخراني خالص، المشاكل اللي احنا بنعاني منها عشان نبقى عارفين ازاي نتعامل مع الأزمة الجديدة دي. احنا للاسف شديد نفتقد لفكره الوعي، احنا ما عندناش وعي ازاي اغير اولوياتي، ازاي رغم انه الظروف بقت صعبه ان انا حتى لو عايزه اتفسح، لا انا ممكن اتفسح برضو بس يمكن بميزانيه اقل. ما عندناش احنا فكره ان انا اتكيف مع الظروف غير بره. هو الوضع الاقتصادي هو اللي بيبقى متحكم فينا بصراحه. وطبعا احنا عارفين في تضخم جامد في العالم كله، مش في مصر بس. بس يعني عندي كام نصيحه كده بسيطه للي عاوز يسافر وللزمايلنا في الفنادق. أول حاجة لازم نتعامل مع المصريين زي ما بتكلم بقالي سنين، لازم نتفاهم الموضوع الوضع الاقتصادي، ولازم ما نغليش الأسعار شوية على المصريين ونديهم أسعار ريزنبل، يعني لأن ساعات الأسعار بتبقى مغالة فيها بزيادة. وأنا بنصح أي مصري لما يلاقي سعر عالي ما يشتريهوش، لأن هو بيشجع إن الفنادق تعلي أسعارها أكتر. النصيحة المهمة جدا ان لو انا باخد all inclusive، ان لما بنيجي نحجز فنادق بيبقى فيه ميل بلانس بالفطار، فطار وغدا، فطار وغدا، حاجات ليها علاقة بالوجبات. كل ما بتزيد الميل بلانس او الميل بلان بتاعتنا كل ما بيغلى السعر. فانا بدل ما اخد مثلا all inclusive اللي هو فطار غدا عشاء ومشروبات ده بسعر عالي، اخد فطار وعشاء، اخد فطار يعني بحيث ان السعر هيقل. فبالتالي البادجت بتاعتي هتقل بطريقه غير، هروح برضو نفس الفندق ممكن يعمل يومين ثلاثه زياده الفلوس، فرق الفرق ده هيساعدني ان انا ممكن اقدر اسافر. رقم واحد. رقم اتنين بقى في تمويل الرحلات، والدوله بقت بتساعد كده والبنوك بقت بتساعد كده، ممكن ان انا اقسط الرحله بتاعتي بالكارت بتاعي. البنوك كلها شركات سياحه ممكن تعمل، البنوك والشركات عاملين الكلام ده. ممكن ان انا الرحله بتاعتي هتبقى 3 ايام واقسطها لمده 6 شهور، وفي اماكن بتعمل 6 شهور من غير اي انترست او من غير اي فايده. فممكن نقسط كمان الرحله على 12 شهر او 10 لو انا مش هقدر ادفع كاش، فدي برضو بتبقى فرصه كويسه. مش هتقدر اللي انت ما عندك امكانيه ممكن اللي انت تدفع بالطريقه دي. ممكن نبتدي نشوف وجهات سياحيه تبقى مختلفة. يعني احنا تعال نشوف، طبعا في سيناء اماكن حلوة زي نويبع وزي دهب، وعندنا طابة، في اماكن اسعارها اقل شوية من شرم الشيخ ومن الغردقة. نبتدي نشوف الاماكن اللي مش عليها ضغط، مش لازم اروح. وبعدين نختار التوقيتات، يعني انا النهاردة معروف الويك اند دايما بيبقى عليه ضغط، صحيح بيبقى اسعاره اعلى، فممكن نختار الويك دايز اللي هو 1 2 3 4، اخد الاجازة في وسط الاسبوع اقدر اسافر فيها، فالاسعار بتبقى اقل شوية. ممكن انا اعمل تشيك على السيزن نفسه، يعني ساعات مثلا الناس تحب انها تسافر خلال شهر 7، ادخل على الانترنت واشوف ايه الايام اللي في 7 الفندق فيها ممكن يبقى عنده امكانيه قليله شويه، فممكن يقلل الاسعار، لان احنا ما بنحطش الاسعار ثابته طول الشهر، ممكن الايام الهاديه ممكن اقلل الاسعار عشان يبقى في جذب للسياحه، والايام العاليه بنعلي الاسعار، مش لازم اختار الفتره اللي فيها اسعار عاليه. يعني هي حاجه بسيطه جدا لو احنا ابتدينا ناخد بالنا منها ممكن احنا. انا في معلومه خبيثه عرفتها انك انت عايز تعرف مثلا اوتيل من الاوتيلات وعايز تشوف الاسعار، يعني انت عارف كل سايت بينزل السعر، كل سايت بينزل سعر مختلف، فقال لك تكتب اسم الاوتيل اللي انت عايز تروح وتنزل بالكرسي كده لتحت، هتلاقي كل السايتس مكتوب الاسعار فيها وبتختار اقل سعر. اعتقد مش بس الاوتيلات، في حاجات كتير جدا يعني خدعه تسويقيه، وفي الاخر السعر لازم بيبقى واحد أبداً. بس هم بيغيروا في بيحطوا بالضريبه ومن غير الضريبه، وبعد كده صدقني لا صدقني في اوتيلات زي ما تقول معرفش دي بيبقى نظامها ايه، زي شركات الطيران. يعني انت عارف انا ممكن احجز ابقى انا قاعده والتذكره اللي جنبي مش نفس سعري، لانه في شركات بتشتري ده من مثلا كوميتمنت او وبتاخد باسعار قليله جدا. واعتقد الاوتيل نفس الكلام، ممكن انا اشتري كم غرف، فدي حاجه معلومه جربوها هتفرق كتير. طيب خلينا نتكلم على اخواتنا العرب
والحقيقه ان انا سعيده جدا، القاهره مليئه باخواتنا العرب، وخاصه فتره رمضان. انت عارف رمضان عندنا مختلف، فتره الاعياد مختلفه، فاحكي لنا عن التجربه دي وازاي نفعتنا جدا الفتره اللي فاتت. هو يعني احنا العرب عموما في كل الفترات دايما بيسندونا. يعني كان قبل الاحداث الاخيره دي احنا وصلنا اللي احنا كان 40% من السياحه اللي بتيجي على مصر من اشقائنا العرب. في احصائيه جديده نزلت ان السعوديه في الحجوزات اللي فاتت رقم واحد بالنسبه لهم. طبعا السعوديه عشان سوق كبير جدا وبيسافروا باعداد كبيره فهي بتبقى رقم واحد، بتختار مصر او القاهره كوجهه من اهم الوجهات السياحيه اللي بيسافروا ليها. 77% زياده على الطلب على القاهره في وقت العيد اللي فات، وده يعتبر رقم كبير جدا. ومن الوجهات الاساسيه في الصيف ابتدوا انهم يحجزوها. كان في احصائيه لشركه كبيره جدا موجوده في السعوديه بتقول ايه الديستنيشنز اللي السعوديين ابتدوا يفكروا يسافروا فيها. كانت اولوياتهم القاهره، شرم الشيخ، طبعا دبي، وبعد كده بيطلعوا بقى على اوروبا في ارياز مختلفة في أوروبا. اللي حصل في الفترة اللي فاتت بعد الكوفيد موضوع والحرب، خلينا نتكلم على الكوفيد. هنبتدي بالكوفيد. بعد الكوفيد كل الناس مش قادرة تسافر، ما فيش وجهات كلها مفتوحة. مصر هي اللي كانت دايما فاتحة أبوابها لإخواتنا العرب، ابتدوا يرجعوا وابتدوا يشوفوا إن الدنيا اتغيرت. أنت عارفة البلد اتغيرت جدا في خلال آخر 3-4 سنوات. بقينا اللي احنا الطرق بقت جميلة، بقى في تنوع في الفنادق، في مطاعم كتير، بقى في خروجات كتير بالليل، شوبينج بقى لطيف، اسعارنا ستيل تعتبر رخيصه بالنسبه للعالم. فابتدت تشجع العرب انهم يرجعوا تاني، ودي كانت فرصه كويسه اللي احنا نرحب بيهم مع بعض التوجهات طبعا السياسيه اللي احنا العلاقات السياسيه جيده جدا طبعًا مع الدول الاخرى ساعدت على انهم تجذبهم بالنسبه لنا. فطبعا انا العربي كمان اللي بيروح للدول الاوروبيه، بنتكلم على الحرب بقى في الفتره دي، اعتقد الدنيا بقت صعب شويه في اوروبا. الوضع الاقتصادي ان جنرال على مستوى العالم حتى في السعوديه بقى يعني هيأثر على العالم او اثر على العالم، هيفضل يجي على مصر برضه. احنا ستيل دي دايما في وقت الازمات مصر ربنا بيديها ميزه، الجنيه المصري علشان مش بقوه مش قوي قوي، فبيدي فرصه تسويقيه ضخمه جدا ان الناس تيجي لان النهارده في نفس الوقت بينبسطوا اللغه واحده وكل حاجه، فده بيسهل وثقافه متقاربه، بيحبوا الدراما بتاعتنا، فده كله اكيد بالطبع. وبص حضرتك برضو المسافه، انت مسافه حاجه بسيطه جدا عشان توصل شرم الشيخ اقل من ساعه ونص او ساعتين من اي منطقه في المناطق، بيبقى في منطقه ساحليه علشان يروح بوكيت ولا يروح سيشل ولا بياخد مسافات كبيره وبيدفع ارقام اكبر بكتير. فلا هو بالنسبه لهم مصر كمان نستغل حته الدراما دي. يعني ازاي انت عارف دايما عامل يمكن اللكنه والدراما عندنا برضو لسه بتلعب دور كبير. فكره انه يجي يحضر تصوير دي اعتقد بتبقى حلمنا احنا كمان، ان انا ابقى بحضر تصوير ويبقى بمقابل انه احنا دايما بندور على احنا نخلق ايفنتس معينه، بدل ما بس تبقى الموضوع سهره وبيروح مثلا لاماكن اثريه بالنهار او سياحه ثقافيه. لا، ايه رايك بيبقى في حاجه في تصوير الدراما؟ ايه المانع؟ احنا عندنا مدينه الانتاج، ممكن جدا يبقى الاماكن اللي فيها تصوير تبقى مفتوحه لاخواتنا العرب بتيكت بسيط او ايا كان التيكت، ويبقوا بيحضروا حاجه زي كده. اعتقد دي ممكن تفرق كتير. طبعا هو في تركيا كان واحد التمثيليات اللي حصلت وشجعت المسافه تركيا باعداد كبيره لا جدا. لا بس تخيل لما بتحضر تصوير وتشوف الفنان، عارف هم يحبوا حتى يحضروا المسرحيات، يجوا مسرحيات عندنا على اساس يشوفوا الفنان منهم، يجوا يتصوروا معايا بعد كده. تخيل بقى لو يبقى مكان تصوير، ست تصوير، وبيبقى بيتصور فيه فيلم او مسلسل، ويوم معين بس مسموح انه يبقى اخواتنا العرب بيحضروا كده، اعتقد تفرق كمان. هو بقى بيجيبوا الممثلين بتوعنا عندهم دلوقتي، يعني هم بيعملوا مهرجانات، احنا مش هنقدر في الانترتينمنت بالذات، هم بقوا اقوياء جدا وبقوا بيصرفوا كتير. احنا ممكن ندور على الارياز اللي هو لسه ستيل هم ما عندهمش فيها قوه، وهي مثلا البحر المتوسط. هو انت عارفه ان هم في البحر الاحمر بيعملوا بروجكتس هتنافسنا في الفتره الجايه، وبروجكت قويه جدا. البحر الابيض المتوسط بالنسبه لنا لان الجو رائع جدا، وخاصه في الساحل وفي منطقه العالمين الجديده، انا شايف دي منطقه مهمه جدا لان الساحل العربي عاوز بحر. يعني نسبة كبيرة جدا من الاختيارات بتاعته في السفر في الصيف عاوز مكان الجو فيه رائع. احنا لازم نسوق المنطقة بتاعت الساحل الشمالي والبحر الابيض المتوسط. اعتقد برضو واعدة بالنسبة للدول العربية، وخاصة بعد مدينة العالمين الجديدة، انه بيتباع فيها دلوقتي شقق فندقية، بيتباع فيها شقق عادية. يعني انا قصدي ده اعتقد فرصة كويسة. وفي فنادق لكجري كمان، يعني النهاردة السائح العربي برضو بيدور على
الرفاهيه. واحنا عندنا اللي احنا نقدر نقدم الكلام ده في الساحل الشمالي، انا شايف دي هتبقى فرصه كبيره جدا. اعتقد في ارقام جديده هتبقى السنه دي بالنسبه للصيف بالنسبه للدول العربيه. انا متاكد ان هيبقى من احسن من احسن المواسم بالنسبه لمصر في السياحه العربيه، والوضع الحالي فنادق كلها في القاهره الحمد لله اشغالات عاليه جدا. بس زي ما قلت هي محتاجين برضو حاجات تانية تتعمل غير انه يبقى في بحر بالنهار، بيبقى في حفلات بالليل، وفكره كمان الحفلات والفنانين اللي بيجوا في الحفلات دي اعتقد دي برضو فرصه كويسه جدا. بصي حضرتك في برضو الاتجاه للسفر في عند السياح العربي في ثلاث انواع من الاتجاهات. في السياحه العائليه هم بيطلعوا رحله مع اسره او اسره، ودي مالتي جينيريشن، ودي بنسبه كبيره حاجه و40% اعتقد 44% من السفر. في 37% بيدوروا على الرحله ان يعملوا ادفنتشر، يعني يعملوا حاجه جديده مختلفه، سفاري بقى. ودي بقت منتشره في اليونج ايج. انت عارفه الافريج ايج جروب بتاع السعوديين دلوقتي 29 سنه. فالشباب عاوزين انطلاقه. فاحنا ممكن نبتدي بقى نفكر ازاي اللي احنا ندخلهم في المناطق بتاعت الجبليه ونعمل سفاري، ممكن نروح على الاريا بتاعت في وادي اللي هو سيوة والفرافرة والبحرية. الحتة دي برضو تعتبر من الأماكن الرائعة جدا اللي ممكن يتعمل فيها شغل كبير. في سيناء أماكن جميلة جدا ممكن إنهم يروحوها. ممكن بقى نبتدي ندخل في باند الدايفنج. أنت عايز تفتح مجالات تانية غير العالمين والقاهرة، إنه يبقى بقى كمان يروح الأماكن اللي إحنا بنشوفها نوعا ما بعيدة، ممكن بس يبقى فيها أدفنتشر. يعني يبقى فيها أدفنتشر بلس إن هم ابتدوا برضو جزء شريحة تانية بتحب دلوقتي الطبيعة، بقى بيسافروا أوروبا عشان يقعدوا في مناطق ريفية لان الخضره مش موجوده عندهم. فاعتقد ان احنا لازم نسوق الارياز المختلفه دي، لان ده بالنسبه له جو مختلف، جو مصر مميز، واعتقد ان احنا نقدر ان احنا نتفوق فيه. احنا معانا استاذ محمد فاروق رئيس غرفه لجنه السياحه الالكترونيه. يا اهلا وسهلا، هو في دبي دلوقتي. ازيك يا مدام ريم؟ ازاي حضرتك استاذ محمد، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك الحمد لله. طمنا كده، يعني بصيت على القاعة المصرية، أنا عارفة أنها على مساحة 600 متر وده رقم رهيب، يعني خلينا نتكلم كده استعداد مصر إيه واستعداد دبي إيه للملتقى العربي. طبعا هو 600 متر طبعا حوالي 36 شركة وفندق مشتركين في جناح مصر، ده غير طبعا الشركات المصرية اللي موجودة في الأجنحة المحيطة بجناح مصر، غير طبعا الفنادق المصرية المشتركة مع الفنادق العالميه اللي هي اعضاء فيها، زي بدون ذكر اسامي طبعا فنادق. الحقيقه يعني المؤتمر دوت يعني هو طبعا نقدر نقول كل حاجه تمت فيه في اخر دقيقه، يعني خاصه من موضوع الكورونا كله كان خد قرار في اخر دقيقه، ولكن ان شاء الله منتظر وارقامهم جيده ان شاء الله. يعني احنا هنبتدي فيه بكره ان شاء الله اول يوم المعرض. يعني كويس جدا. خلينا نتكلم عن السياحه الرقميه وضعها دلوقتي. اظن احنا يعني خدنا خطوات واسعه جدا بالنسبه للسياحه الرقميه، فاحكي لي كده ايه اللي هتقدموه ان شاء الله بالنسبه للملتقى من خلال مصر. طبعا من خلال مصر هو الموضوع بيتاكد كل يوم، كل يوم بيتاكد ان السياحه الرقميه خصوصا معرض السياحه العربيه ده بيخاطب فئه الاف اي تي كاستمر اللي هو العميل اللي بيحجز حجز دايما الكتروني. لان العميل العربي النهارده ما اصبح ما كل حجوزاته موجوده على التطبيقات الالكترونيه، يعني قلما نتعامل بشكل يعني مانوال او بشكل تقليدي. فطبعا الجزء التكنولوجي اللي موجود في المعرض مساحه كبيره جدا، جناح كامل للتطبيقات التكنولوجيه اللي موجوده العالميه وتحديثاتها، وفي طبعا تحديثات تمت جديده بعد الكورونا. كل دوت بيتعرض ان شاء الله من بكره، وطبعا حاجات في منتهى الحديثه وباذن الله هتكون على مستوى راقي. يعني خلينا نتكلم كمان على المنتظر ايه، يعني مصر هتقدم ايه. احنا عندنا كذا حدث يمكن جاي الفتره اللي جايه، من ضمنها طبعا افتتاح المتحف الكبير، رغم انه لغايه دلوقتي لم يتحدد ميعاد الافتتاح امتى، لكن اعتقد هو برضو هيتقدم او هيبقى موجود على طاوله العرض. يعني هو طبعا مصر حاطه كل الاحداث اللي تمت واللي هتتم موجود ليها منشور، والشيء الملاحظ السنه دي كمان ان الأول مره يكون في مسؤول سياحه رقم، مسؤول تسويق رقمي كويس جدا. موجود تبع هيئه تشريف السياحه، وتواصل مع الهوستد باير او اللي هم الضيوف المعزومين عن طريق المعرض لشراء المنتج السياحي المصري.
وتواصل معاهم وخد منهم مواعيد، ودي حاجه كانت بصراحه اول مره تحصل في معرض السياحه العربيه. كويس جدا. تواصل من تواصل من مسوق رقمي يتبع الحكومه المصريه. ممتاز. السياحه الخضراء بقى، ودي اعتقد احنا يعني هنلعب دور كبير جدا الفتره القادمه، وخاصه شهر 11 ان شاء الله هيتعمل عندنا يعني الكوب، فده نقطه مهمه قوي قوي. هل برضو مصر هتقدم فيه خطوات؟ لان انا عارفه انه في اهتمام، مصر مهتمه بيه بشكل خاص، وخاصه انه السياحه كمان ليها باع طويل في موضوع السياحه الخضراء. ده كلام مظبوط يا فندم. ان شاء الله، وزي ما قلت لحضرتك ان 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 ان, إن الضوء مسلط تماما على جميع الاحداث اللي تمت في مصر واللي هتتم في مصر. كويس. في هذا المعرض، وال ال 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 يعني النخبه اللي بتحضر في هذا المؤتمر، يعني ده يعتبر اول مؤتمر دولي بعد الكورونا بيتم بكافه فعالياته. يعني احنا حضرنا النسخه اللي تمت منه السنه اللي فاتت كانت تجريبيه، وكذا معرض دولي اتلغى زي الاي تي بي وكل السنه مكه كشغال برضه شغال ضيف، بس الاول مره بقى يحصل بكافه الفعاليات المعرض ده فعلا بكل فعالياته، ودي حاجه كانت ملاحظه جميله يعني. كويس جدا. انا بشكرك استاذ محمد، وترجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله، ويعني الملتقى يؤتي ثماره بالنسبه لمصر ان شاء الله. تحياتي تحياتي لضيفك الكريم يا فندم. نورتنا. سلم على الجميع. مع السلامه استاذ محمد. خلينا نرجع تاني يا ريمون. اولا خلينا نعلق على موضوع الملتقى، ملتقى العربي في دبي. تعرف دبي دايما دلوقتي بقت بتاخد خطوات سريعه جدا في انها تعمل ابهار، يعني دايما بيقدموا اي حاجه بابهار. فخلينا نتكلم على الملتقى ده، وايه اللي منتظر منه، ايه اللي نفسك يبقى بعد الملتقى ده بيفيد مصر؟ يعني هو الملتقى دايما ده الايفنت الوحيد اللي احنا بنقدر نتخاطب فيه مع اخواتنا العرب. كويس. يعني احنا كنا الاول عندنا في مصر في معرض دولي، وللاسف احنا ما كملش، فبس احنا بنروح دايما الامارات، لان دي هي النقطه اللي بيتقابل فيها نورث افريكا، الناس من جي سي سي، يعني بنقدر ان احنا نتواصل مع كل الشركات. يعني اهم نقطه وانا شايفها قبل ما نتكلم عن سياحه، الطيران. احنا محتاجين طيران 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 لكل المناطق السياحيه. عاوزين للعلمين طيران، عاوزين للغردقه طيران، عاوزين للاقصر طيران. لو احنا ابتدينا نهتم في ولا احنا بنتكلم يعني في مطارات، بس عايزه بقى نوع من الاهتمام اكتر. يعني لو اول حاجه، لان السائح مش هيقدر يروح يسوق له مكان من غير ما يبقى فيه وسيله مواصلات سهله ومريحه. يعني النهارده انا بقول الغردقه ما حدش بيقدر يجي الغردقه عشان ما فيش وسيله طيران، ما فيش مباشر، ما فيش اعداد كتير، ما فيش طيران مباشر. النهارده العلمين لازم يبقى فيه طيران مباشر العلمين، لو انا عاوز سواء مش لازم يروح برج العرب ويمشي 100 كيلو. يعني لازم نهتم بالنقطه دي، ده رقم واحد. رقم اثنين، لازم نبتدي نخاطب السائح بمتطلباته. انا شايف عاملين ستاند رائع، وبس واخد برضو الستايل الفرعوني. هل السائح العربي بيدور على السياحه الثقافيه ولا لا؟ ده اللي احنا محتاجين ان احنا نخاطب بيه السائح. على فكره احنا ممكن نغير التركيبه دي، يعني احنا نفسنا كمصريين، خد بالك احنا ما كناش مهتمين قوي، او عدد كبير مننا ما كانش مهتم قوي بحكايه ان انا اعرف بلدي حتى ان انا اشوف الاثار بتاعتنا. دلوقتي الوجهه نفسها اتغيرت، اعتقد مش احنا بس كمصريين عشان الاحداث اللي حصلت، لا لعلمك في تغيير عربي كمان بيحصل، انه الناس دي اخواتنا العرب كمان عايزين يشوفوا الاثار. فمعلش مش عشان هم مش غاويين قوي فاحنا نمشي لا على الكلام ده، لكن خد بالك هم ابتدت يعني طريقتهم عايزين يعرفوا اكتر هم عن بقى الثقافه بقت مهمه بالنسبه لهم جدا. بقوا مثقفين جدا. حقيقي. اللي انا بتكلم عليه، انا عاوز ان انا ابتدي اسوق كل ديستنيشن، ده أيوة املي. أنا اللي انا اعمل شرم الشيخ قطعه من شرم الشيخ وسوق لها في المعرض، قصه قطعه من الغردقه، بحيث ان زي ما بنروح مثلا معارض كتير الدوله بتسوق نفسها من كذا وجهه، بحيث ان اللي عاوز يشوف ده هيلاقيه، اللي عاوز يشوف ده هيلاقيه، وابتدي اعيشه الموقف. ده اللي انا دايما بهتم بيه، اللي انا بدور على السائح عاوز ايه، مش اللي انا عاوز اعرضه للسائح. ممكن اللي انا اعرض للسائح حاجه معينه ممكن مش هو انترست فيه. كويس. فيعني انا شايف ان طبعا الستاند رائع، محتاجين ان احنا نهتم شويه بالنقط اللي السائح بيدور عليها. لازم نعمل دراسات قبل ما نروح. يبقى في تنوع. كذا نوع. تنوع في المظهر، لان ده بيبقى بس هما في التكنولوجي بصراحه مصر بقى لها كذا سنه في دبي في الاي تي ام بيقدموا تكنولوجي جديده. يعني كل سنه بروح بنشوف لا في تطور ضخم في وسيله العرض. انا بس بتكلم بس على الاستراكشر بس، طبعا ما حدش يختلف
ان ده سيم اساسي لمصر اللي احنا لازم نصارع بيه. طبعا حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا في الفتره اللي جايه، احنا محتاجين يبقى فيه اكتر من جاست اللي انا بحضر معرض، عاوزين نعمل رحلات تثقيفيه لشركات السياحة ونجيبهم يشوفوا مناطق معينة احنا نروح له، ما بقاش بس معرض بروحه مرة في السنة، احنا عاوزين يبقى في تواصل طول السنة مع الشركات المصدرة للسياحة، علشان ده كل ما بقى في تواصل كل ما ده بيدي فرصة ان هم يهتموا بمصر اكتر. هسيبك ترتاح شوية، هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. يلا Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelt as we are now landing in Cairo International Airport. مصر الجميلة بتلديك وكل ايد ممدودة ليك ويا رب يبقى الجاي خير وامان. سحر الطبيعة هروني وسهر ولي في كل مكان بحر وسما بحر وجبال أرض الجمال ما فكرش يوم على البحر. أهلا بكم في فندق هيلنان دريم بالجيزة. لسه ريمون بيكلمني على السياحة العلاجية وازاي ممكن نستغل الموضوع ده بشكل جامد جدا، انا عايزك تتكلم فيه. يعني احنا مثلا فعلا انت بتتكلم على سيوة، دي سيوة حاجة جنة الله على الارض، حاجة مش ممكن جمالها، وهي سياحة علاجية. لو بنتكلم على البحيرات الملح وبنتكلم على الطاقة الإيجابية اللي في الموجودة في المكان، بنتكلم على البلح، بنتكلم على حاجات كتير جدا ممكن يتم استغلالها بشكل جيد. يعني سياحة علاجية استشفائية، اصل في انواع سياحة مختلفة. يعني انت بتتكلم على انه انت قريت على الموضوع ده كتير. طبعا هو العرب، بيسافروا، حابين قوي فكرة السياحة العلاجية. والاستشفائية برضو بتبقى مهمة بعد العمليات اللي بتاخد فترات، لان احنا لو بيعملوا عمليات تجميل او عمليات في انواع عمليات كتير قوي، ومش لازم ان انا تبقى عمليه، في فترات انا محتاج ان انا بعد الكوفيد او بعد فتره نفسيا وضع بتاعي مش كويس، بحتاج ان انا اروح اماكن بتغير من الـ يعني المود والحاله النفسيه. بس عموما هم بيسافروا عموما لالمانيا، لاسبانيا، في الهند، في يعني احنا في الجلديه احنا اقوياء جدا، في القلب اقوياء جدا، في السنان اقوياء جدا، في العيون، يعني احنا عندنا في حتت، ومش لازم سيرجري، يعني حتى لو هو هيعمل تشيك على نفسه، يعني انا مش يعني بس الحته دي بيتصرف فيها فلوس كتير قوي. انا شايف ان احنا برضو كسياحه عربيه احنا عاوزين نهتم نفسنا يبقى عندنا منتجعات للعلاج، سواء بقى الكشف الدوري او السنوي، او كمان ممكن فعلا حد يبقى بيعمل عمليه قلب. على فكره المؤتمر ده اتعمل من كذا سنه في شرم الشيخ، وكان المفروض منتظر منه كتير، يمكن بقى علشان الكوفيد والكلام اللي حصل ده هو ده يمكن اخر الخطط يعني. لكن نتمنى اللي انت بتقوله ده، انه يبقى في يعني في بلاد فيها مدينه كامله مثلا، تحس ان المدينه كامله مقفوله من فوق كده وفيها عمليات وغيره، فنتمنى ان ده يحصل. خلينا نتكلم على كازاخستان، ويمكن احنا كان معانا خبر على انه ده سوق بيتفتح جديد، او يعني مش جديد هو بيجوا، بس زي ما تقول ايه هيتفتح على مصراعي الفتره دي. هو موجود حاليا في شرم الشيخ وبينزل اعداد جيده، يعني بنوصل 120-150 الف سائح. احنا كان في سفريه قريب مع شركه سياحه مصريه، هي نظمت رحله لاكثر من 25 فندق. احنا لفينا كذا مدينه في كازاخستان، وقابلنا اكثر من 500 شركه سياحه، عملنا برزنتيشن عن مصر. الجمال بتاع الموضوع اللي انت لما بتيجي تتكلم عن المنتج بتاعك غير لما بتشوف فيديو، او برضو الكلام من البشر لبشر، اللي هو الـ منك للكلاينت او word of mouth، دي بتفرق جامد جدا. يعني الموضوع كان فوق الرائع. الرياكشن بتاع الناس على المنتج السياحي المصري غير عادي. يعني النهارده لما كان في خبر مع حضرتك بيقول 200 الف كانوا سافروا الفترة اللي فاتت من كازاخستان، لما مصر يبقى عندها نصهم، رقم كبير. كويس طبعا. هو طبيعي بيسافر حوالي 600 ألف في الوقت الكويس.
كازاخستان، وهي رئيسة الرابطة الكازاخستانية المنظمة رحلات سياحة اسمها إينا ري، قالت أن مصر هي الوجهة الأكثر شعبية بين المواطنين في كازاخستان. كلام ده في 2022، يعني متوقع أن هم الأعداد بتزيد، وابتدى يبقى فيه يعني سبب السفر أن الغردقة ما فيش طيران، هيعملوا طيران خلاص هيبتدي كويس. فكان فرصة اللي احنا نسوق ديستنيشن جديدة أو أريا جديدة من مصر للسوق اللي كان بينزل بس شرم الشيخ، ما عرفش غير شرم الشيخ. احنا عاوزين كل ماركت يبقى يجي شرم، يجي الأقصر، يجي الغردقة، يجي القاهرة، ما يبقاش نقفل ماركت على على مكان معين، لازم نشوف كل حتة في مصر. وده بيبقى مهم ليه؟ لأن النهاردة السائح لما بيجي ممكن يجي مرة اتنين يدور على مكان تاني، أنا أدور أديله المكان التاني يبقى عندي برضه. بقى لو عاوز سياحة ثقافية من عندي ثقافة، عاوز شاطئية عندي عاوز شوبينج تعالى عندي شوبينج. فكرة مصر غنية كمنتج سياحي أو منتجات سياحية مختلفة وبتناسب جميع الأعمار وجميع الأذواق، أسعار رائعة، خدمة فوق الممتازة. إحنا عندنا زي ما تقولي كنوز محتاجين اللي إحنا بس نلمح. صحيح. طيب خلينا نتكلم بقى عن حاجة تانية كمان. يمكن إحنا معانا خبر عن إنه وزير طيران كان في زيارة لمطار شرم الشيخ وكان بيشوف إيه الأخبار. خلينا نتكلم على، أنا عارفة إن عندك اقتراحات للتطوير والتغيير وإيه النقاط اللي ممكن تكون نقطة ضعف عايزين ان احنا نشتغل عليها. هو الاول انا لازم اشكر معالي الوزير على ان هو زار، هو اكشوال انا كنت كتبت يعني كان في ملحوظات كده كنت شفتها في اخر سفريه اخذتها بمنتهى الجديه، كتبت كذا نقطه كده انت شفت ان هم محتاجين ان احنا نطورهم كويس. خلال 48 ساعه اللي انا كتبته على الفيسبوك وصل له كويس قوي. خلال 48 ساعه سافر ادى اوامر غير ده، ويعني كانت زياره مفاجاه يعني على اساس تشوف الدنيا. وبصراحه يعني انا اول مره احس ان الواحد يعني فخور، مسموع كلمته مسموعة. لا وفخور ان في حد بيحب بلده قوي كده، الناس عندها استعداد يسيب يعني برضه وزير بيبقى عنده مواعيده كده وعنده ارتباطات، بس الاهتمام ده انا بحييه على هو عمله. وفرصه اللي انا برضه أشاركك ببعض وجهات النظر، المطارات في العالم هي الملتقى الأول والأخير، يعني أنت أول حاجة بتقابليها في البلد لما تنزل المطار وآخر حاجة بتودعي بيها البلد طبعا. فهي الإكسبيرينس بدايتها هنا ونهايتها في نفس المكان. كل ما يكون الإكسبيرينس نفسها أو الواقع بتاع التجربة، التجربة نفسها مختلف، كل ما هيخلي الرحلة مختلفة سواء من أول النزول والناس اللي بيشوفوهم بيرحبوا بيهم، شكل المطار شكله إيه، إيه المطار بيقدمه من خدمات مختلفة. أنا في مطارات كتير أول ما تنزلي طبعاً أنا معيش إنترنت، أول ما أنزل فيه فري واي فاي، فطبعاً دي بتبقى حاجة عاوز أبعت لأسرتي أبعت مسج موافقة، دي رقم واحد في العالم كله. معظم عربية أي حاجة يعني. معظم العالم كله بيقدم فري واي فاي، ودي فرصة لينا دي، لان هو لما المطار بيدي يقول لك في اكسس للواي فاي بياخد رقم تليفونك وايميلك، بعد كده يبعت لك رسائل تسويقيه للبلد. فانا كبلد هستفاد من ناحيتين، انا اخذت رقم تليفونك وايميلك وبيبقى في ديسكليمر كده بتقول اللي انت قابل اللي انت يجي لك اي نيوزليتر او حاجه واسوق من خلاله، بدل ما ادفع ده كلاينت جالي اقدر ان انا اسوق له مره واثنين وارحب بيه وابعت له رسائل كتير. ويعني هي فكرة طبعا موجودة وقديمة بس بتتعمل برا ما بتتعملش عندنا. فأنا هدفع فلوس عشان يبقى في انترنت سيرفيس وفي نفس الوقت أنا بجمع داتا أقدر أن أنا استعملها في التسويق. صحيح. فدي أول حاجة بسيطة كده ممكن إحنا نبتدي نتكلم عليها. رقم اتنين الضغط على مصر في الفترة اللي جاية، بالك انت ممكن كمان تعمله دعاية، يعني انا قصدي في ساعتها تبعت له حاجات معينة في SMS تقول له الايفنتس اللي جاية الفترة اللي جاية في SMS campaigns. وفي يعني ممكن اقترح على حضرتك في اقتراح كده، انا طول عمري نفسي يبقى عندنا ايجيبت ابلكيشن. ايجيبت ابلكيشن دي اللي انت بس اول ما تنزل مصر تنزل الابلكيشن ده. الابلكيشن ده هيبقى فيه كل معلومات عن مصر، درجة الحرارة، الدولار، تروح فين بالليل، نساعدك ازاي، يبقى في كاستمر سيرفيس. انا بنادي مصر لو سمحتم عاوزين نبقى اول دولة في العالم يبقى عندها كاستمر سيرفيس للسياح. مفيش حد عمل في العالم الكلام ده، ان السائح لما يعوز اي حاجة يلاقي حد يرد عليه بفلوس. هي اللي بنقولها بوابة الكترونية، ايه المانع ان يبقى داخل فيها اللي انت بتقوله ده كله، حد يرد عليه بلغته، يرد يديله المعلومة اللي هو عاوزها بفلوس مش ببلاش. تخيلي الخدمة، انا كسائح عاوز اي معلومة بلاقي حد بيرد بلغتي،
بيديه معلومه صحيحه، بيوجهني ايه اكتر من كده، جايد بكلمه في اي وقت بالواتساب، مش لازم بالتليفون ابعت له مسج وابعت له مسج. لو شكوى تعرف تتوجه يعني صح، نحل الازمه لو في يعني ازمه. لو انا في بقول مشكلة. يا جماعه احنا عندنا قوه هائله من البشر بيتكلموا لغات كتير، عاوزين نستخدمهم بدل ما هم مش لاقيين شغل. وانت بتقول تبقى خدنا بمقابل، فبالتالي هتبقى نازل هيبقى في مردود. وبعدين ده انت بتدي جاست اكسبيرينس مختلف. مين في العالم عمل الكلام ده؟ محدش. احنا عاوزين نبتدي بكده. كويس. فالمطار يبقى فيه ابلكيشن، الابلكيشن ده يقول لك بقى تحجز منين، طريقك ازاي. كويس. خلي بالك في ناس دلوقتي في مطارات بتوفر في المطار مكان ممكن ينام فيه ساعتين لو في فرق. مطار جوه المطار في فندق، ما مش هيخرج بره الفندق، الفندق موجود ده في اوض وده في القاهره عندنا في فنادق جوه. لا ما في فندق موجود جوه ما بيخرجش بره المطار. عاملين ممر من المطار للاوتيل. انا بتكلم جوه في الاوضه جوه. ما بتخرجش بره الجيت. قصدك الصاله بقى يعني جوه الصاله في اوض، في اماكن تاخد فيها شاور، في اماكن يتعمل فيها مساج. هو التيرمينال نفسه ما بتبقاش محتاج حتى تطلع في الممر انك تخرج بره. تعبان ممكن اعمل لك مساج وبتدفع فلوس مش ببلاش يعني. ده خدمه. الناس اللي بتنزل ترانزيت ممكن تستنى ساعات مثلا. طبعا كان في فتره وكان اتقال ان هيبقى في مثلا جزء متحف، انا مش عارف هو موجود ولا لا جوه المطار. انا عاوز افرجك على جزء من السياحه بتاعتنا اللي موجود جداً. هو قالوا ان في هيتنفذ بس ما اعرفش اتنفذ ولا اكيد مشفتوش. هتبقى الفكره دي موجوده بس يمكن اكيد محتاجه وقت شويه. يعني يبقى عندنا متحف صغير راجل يدخل ساعتين ويدفع فلوس. جزء مصغر من متحف لو احنا عاوزين نسوق للسياحه الثقافيه اللي ملحقش يعدي على اي متحف في مصر. ده في اماكن في سينما بيقعدك يفرجك على البلد وانت قاعد فيه، عندك ساعتين سينما مقاعة ويوزع عليك بوب كورن تاكله ببلاش او تدفع عليه فلوس وتقعد في سيت لطيف بميوزك تسمع الميوزك اللي انت عاوزها. دي مطارات موجود فيها القصه دي. في مطارات بقى بتقدم الـ 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 كل انواع الاكل اللي ممكن تبقى بتتخيل. دي بقى نقطه مهمه احنا يعني محتاجين دي. العالم كله دلوقتي انا بنزل من المطار عاوز اكل اكل عربي. بس لو كتبت كده اكلات مصريه يعني ممكن تبقى عامله ازاي؟ احنا البلد او المطعم القوي جدا المطعم المصري اللي مش بنسوقه مظلوم يعني عندنا اكلات مصريه كتير جدا طبعاً. ممكن ان احنا نسوقها بس احنا المطعم المصري لسه ما عملناش هايلايت زي المطعم اللبناني. عندنا اكلات بتاعتنا طبعاً. عاوزين ان احنا نبتدي نسوقها فنبتدي تو بروموت البرودكتس اللي هي ميد ان ايجيبت. يعني النهارده لما تدخل السوق الحر، السوق الحر ده كنز فلوس بيعدي عليك كم مليون سائح. كل ما هتدي له برودكتس مختلفه وتنوع في البرودكتس بتاعتك والبرودكت بتاعتك كمان يعني انا قصدي حاجه هيشتريها لاقيه مش هيلاقيها في اي حته ثانيه طبعا وهيدفع عمله صعبه مش هيجي عشان موجود بس حاجات قليله اللي هي الحاجات اللي هي التقليد بتاعت الاثار او كده والتماثيل. لكن احنا بنتكلم على المنتجات الثانيه بقى الحاجات احنا عندنا كتير منتجات عندنا. كتير جدا وفي ميزه ان مش هيلاقيها في اي مكان في العالم فهيشتريها من عندك. أيوه. مش هيجي هيلاقي نفس الشوكليت اللي بيتباع هنا هو اللي بيتباع في اي حته فهيشتري. انا دايما بدور على منتج البلد. تعالوا بقى في بلح بما انك انت عندك ثروه من البلح المختلف. انا بروح دول بيبيعوا البلح بتاعنا تخيل بيكتبوا عليه ميد ان او يعني فجزء التسوق والشوبينج يعني انا بتمنى مصري. يبقى في شوبينج اركيد كبير في المنتجات المصريه كل الشركات اللي بتصنع منتجات مصريه تبقى موجوده الناس هتشتري. ليه؟ لان المنتج ده مش موجود في بلدك. انت عايز تجربه المطار تبقى هي في حد ذاتها فسحه، هي في حد ذاتها تجربه حلوه. انا مش عاوز امشي المطار، انا عاوز ازود في 10 ساعات انا هروح اشتري وهدفع فلوس وابسط وهاكل واتفرج يعني على فيلم وهاخد معلومه وهاخد هديه. ده في مطارات بتنزل بيعملوا سحب لوتري على عربيه مش عارف نوعها ايه بكام على ذهب. يعني الاكسبيرينس بيخلي الواحد نازل المطار انا حابب انزل المطار، انا حابب احجز مصر للطيران علشان انا هنزل في اللاونج بتاعها اللي بيقدم اللي ما اقدرش اشوفه في بنتكلم كمان على كانت في مشكله كده ممكن يكون السائح مش قادر يفهمها فكره التفتيش كتير. يعني دي ازاي ممكن اتعامل معاها؟ لان انت عارف ان كل شويه من ساعه موضوع طياره روسيا دي واحنا يعني وبصراحه دي كان من ضمن تعليقات حاجه صعبه يعني اللي أنا فكره انه انه السائح ممكن يقلع جزمته اكتر من مره ويتفتش اكتر من مره وده كان
بيضايق السائح رغم ان هو في مصلحته، بس في النهايه ممكن تتعمل بطريقه تانية او بشكل تاني بحيث ما يبقاش انا جالي بتزهر. رد على الموضوع ده قاطع ان دي متطلبات من انجلترا وروسيا، جزء من متطلبات التامين عندنا في مصر، وكانت من الاساسيات عشان السياحه يعني تكمل عندنا. فهو مجهود بصراحه غير عادي على الشرطي نفسه، يعني المسؤولين عن الموضوع ده بيقابلوا كم الف سائح في اليوم ويفتشوا. لا وخد بالك في ناس بتدخل بقى متنرفزه، يعني السائح نفسه ممكن في بعض الاحيان بيبقى طبعاً متنرفز متعصب، ومطلوب من الواقف المسؤول عن الامن هو في حل وحيد انا بقترحه، اللي احنا لازم يبقى عدد الوحدات كبير، يعني ما يقفش فتره طويله. ما هو انا بقف في طابور، طب انا لو زودت عدد الوحدات على قد ما اقدر وعملت سيوله وسهوله، فالموضوع بدل ما ياخد ساعه ياخد 10 دقائق، وتفتش 3 مرات في 10 دقائق مش هيبقى احسن ما تفتش طبعا في 3 ساعات او في ساعه. هو طبعا مش بيوصل للرقم ده، بيبقى حاجه يعني 10 دقائق ربع ساعه مش بيوصل اكتر من كده. بس انا ببقى كل جاي ما من السفر ان احنا نقلل ده يبقى احسن. نقلل الاعداد، نوسع المطارات شويه، يبقى في مواعيد طيران ما تبقاش على بعض. يعني لا حلول اكيد لوجستيه ممكن ان هي تتنفذ وتسهل الموضوع. طيب خلينا نتكلم، افكارك طبعا رائعه ونتمنى انها تتحط في الحسبان. خلينا نتكلم على لان يعني عارف ليه انت وانت بتحكي كده الواحد مبسوط، يعني لان فعلا فكره ان المطار في حد ذاته يبقى هو المؤشر، هو وجهه مصر الحقيقيه. مش بنقلد حتى المطارات اللي بره ولا المطارات الاوروبيه، احنا مش هنعرف نقلدهم، لكن على الاقل يبقى عندك الصيغه المصريه، يبقى تدخل مطار يبقى شايف مصر، يعني مش بس زي ما انت قلت يبقى الشكل الفرعوني او المصري القديم، لا يبقى فيه الاشكال المختلفه لمصر. خلينا نتكلم على مصايا العائله المقدسه، واحنا في البرنامج الحقيقه فردنا للموضوع ده اكتر من حلقه، والموضوع بقى له 7 سنين بيشتغلوا عليه. خلينا نقول كده انت شايف ده ازاي، وشايف انه برضو الحمله التسويقيه بتاعته محتاجه ايه الفتره اللي جايه، لانه منتظر منه الكثير، يعني لو اتنفذ زي ما بنحلم اعتقد هيحقق ارقام محترمه جدا. هو كان من اكبر التحديات اللي انا شايفها في مصر بصراحه، لان كان النقط كتير قوي، هم 25 نقطه تم تنفيذها تقريبا خلاص على وشك الافتتاح. تحدي كبير لان في مناطق مختلفه، مناطق محتاجه اعاده تاهيل، فيها عشوائيات. فانا شايف يعني الدوله قامت بمجهود جامد جدا في الموضوع ده. التسويق هيبقى اهم عنصر في الموضوع. خلينا ما هنقول ان هي دايما مش بصبغه دينيه اكتر ما هي صبغه ثقافيه ترفيهيه. دايما ما عادش الموضوع بيبقى بس انت جاي رحله دينيه، لا بيبقى دينيه مع حاجه تانية، علشان السائح برضو اللي عاوز الجزء الديني ما عادش كتير قوي. يعني انا بكلمك يعني اللي عاوز ديني قوي، روح الاماكن اللي زارها المسيح والسيدة العذراء، اعتقد دي كفايه. انا ما اعتقدش ان ممكن حد يبقى انا لازم ابيع باكج كامله. السائح لازم ياخد تجربه يعني متكامله. هروح هنا، بس انا محتاج برضو اللي انا محتاج اشوف مصر. يعني لازم في الباكج علشان يبقى داخل فيها حاجات لان انا لما هسافر هبقى معايا ممكن ولادي العيله. فلازم انا برضو ادي جزء اللي الولاد صغيرين. يبقى الرساله اللي هتقدر اللي انا اخرجها تناسب الطفل، تناسب الراجل الكبير الشاب، بحيث ان كل واحد بيبقى له متطلبات معينه في السفر. صحيح. حتى في الهدايا اللي هيشتريها، انا بسوق رحله عائله مقدسه هيشتروا هدايا من يبقى ده. لكن انا مش ما تابعتش لسه، هقعد اذاكره الموضوع ده، بس احنا كنا بنتكلم على جبل الطير، وكان يعني مترتب له مليون حاجه تتعمل على هامش الزياره نفسها، يبقى يعني جزء منه ادفنتشر جدا. بالظبط. فاعتقد هما ماشيين في الخطوه دي، ان شاء الله هنفرد لها برضو حلقه ونتكلم بالتفاصيل. خلينا نطلع اخر فاصل معانا ونرجع نكمل كلامنا في النقطه دي، لان عارفه انك انت عندك افكار كتير. Thank you.
معاكم في فندق هنا فلسطين في الإسكندرية. رجعنا حضراتكم مره تانية. خلينا نتكلم الصيف. احنا السنه دي يمكن علشان بقالنا ايه 3 سنين تقريبا في حكايه كورونا دي، فدايما كان بيبقى فيه تحذيرات والناس كتير بتبقى غلغت الرحلات بتاعتها ومحدش عايز يسافر السنه دي، يعني عارف اللي هو بنستعد. فخلينا نتكلم على الاسواق اللي هتبقى في الصيف ان شاء الله. ايه مين جاي مصر بشكل كويس، او يعني ارقام ممكن تكون في طلب من اسواق معينه جديده علينا؟ خلينا نتكلم مصر بتستعد ازاي للصيف ان شاء الله. هو يعني انا متوقع ان شاء الله السنه دي هتبقى سنه يعني متفائل بالخير يا رب ان شاء الله. طلعناش اي حاجه عالميه تانية. هو كوفيد لسه مش هيخلص زي ما حضرتك قلتي، لسه قدامنا حسب ما قالوا يعني من سنه لسنتين. دايما الارقام في الصيف الارقام بتقل شويه في الصيف وبعدين تعلى في الشتاء. احنا الالمانيا بقى في طلب الحمد لله مش بطال، كويس جدا على الغردقه. الاعداد مش انا ايه السر في الغردقه ريمون، يعني دي حاجه كويسه لازم ندرسها كويس عشان نشوف الناس دي بيحبوا الغردقه ليه. مثلا مش اعداد نفس الاعداد في شرم الشيخ، مش نفس الاعداد يروحوا الاقصر واسوان. ايه الفكره، ايه السر في الغردقه؟ هو في حاجتين، هل وكلاء سياحه؟ هو في حاجتين مهمين جدا. واحد البشر. ايه قصدك؟ ايه الاستاف، الموظفين العاملين بالسياحه. بصي حضرتك، السائح الالماني في ميزه جميله جدا ان هو لما بيلاقي معامله كويسه بيرجع تاني. بيلاقي جو كويس بيرجع تاني، بيلاقي خدمه كويسه بيرجع تاني. الغردقه ابتدت في الاول خالص، واللي دايما بيحرك اي سايح التعامل الانساني. ممكن يبقى عندي احلى بحر في الدنيا وعندي احلى مباني في الدنيا، تبقى مكشر ما عندكيش الناس اللي تقدم البشاشه والخدمه. ودايما لما تشوفي الريبيترز او الناس اللي بترجع مره واثنين وثلاثه دايما بيتكلموا عن العامل البشري، عم محمد وهيثم وجورج بالاسماء. ده هو بيجي مخصوص علشان يقابله، ده بعت له في عيد ميلاده. بصي الحته الانسانيه دي اللي موجوده عندنا مش موجوده. يعني روحي اي دوله في العالم وبصي على انا سافرت سفريات كتير قوي، 130 سفريه خلص، لفيت 30 دوله. مفيش اللي احنا عندنا ده، احنا عندنا ناس رائعه. روحي الأقصر وأسوان شوفي الناس طيبة قد إيه. روحي شوفي في شرم والغردقة التعامل، الغردقة التعامل بتاع البشر اللي طيبين، اللي عاوزين يخدموكي شرم، الناس اللي عاوزين يساعدوك يلعبوا معاكي ويفسحوكي. وطلعي على اسكندرية جدعانة، يعني إحنا عندنا ده العامل البشري ده نمرة واحد. التاني إيه بقى اللي ممكن يكون من المؤثرات؟ إحنا شمس. عندنا مناخ غير عادي، شمس، خضرة في بعض الاماكن، عندنا رمل، عندنا بحر. فين الكلام ده؟ احنا عندنا احلى بحر في الدنيا. انت بتنزلي عندك كورلز، تنزلي يعمل دايفنج، يعمل سنوركل. يعني في اماكن فنادق البحر بتاعها مش رملي، ما بيروحوها. يعني اللي هو الرملي ما بيحبش يروح. الا انا يسالني، انا في واحد بعت لي من المانيا لا ده جايب لي من جوجل ماب وعامل دايره، هو هنا في انواع سمك ايه، يسال انواع السمك وكورلز. احنا بيبقى عندنا تفاصيل كويسه قوي، الكورلز اللي موجوده على عمق قد ايه، هل ينفع ان انا انزل معايا حد؟ يعني بيبعت لي يسال وعمل دراسه قبل ما يجي. ليه؟ علشان ده مش موجود في حته تانية. فطبعا احنا بنتكلم على حاجتين مهمين جدا. بلس طبعا احنا عندنا في سبورت من تور اوبريتورز بره في المانيا غير عادي. يعني هم مساعديننا بطيران، وطول ما في طيران مباشر على الديستنيشن ده اول عامل سياحه هيركب من طبعا بيته ينزل طبعا على المطار. لكن قول لي كده ريمون، فكره انه من الغردقه بقت في رحلات للاقصر والطيران الداخلي دي ممكن عملوا خطوه هايله بصراحه السنه دي، ان هم بقى في كونكشن ما بين شرم والغردقه والاقصر، وفي بعض الاحيان كمان شرم الشيخ. شرم الغردقه الاقصر، ده طبعا فكره ذكيه جدا من وزير الطيران ان هو يربط. وبعدين ان شاء الله لما يبقى فيه القطر السريع اللي هيربط ما بين العرض في عرض مصر، ده هيفرق. بص المواصلات طبعا. ثم المواصلات. النهارده كل ما تسهلي كل ما السائح هيقدر يتنقل بسهوله. هيرخص، هيبقى السعر متاح ان هو يعمل باكج. اظن ده هيبقى اغراء للسوق الالماني، فكره ان انت تطلع هتطلع الغردقه الاول هتروح تشوف كمان اثار. يعني انت عندك النوعين من السياحه وفي وقت بسيط لو عندك في ترانسبورتيشن سهل. لا هو ده يعني بص الطرق واللي بيحصل فيها والتطوير اللي بيحصل ده هيساعد السياحه بكل وده مساعدنا بصراحه في الفتره اللي فاتت. فالالماني احنا السوق الانجليزي
بدأ يتحرك معنا كويس. ابتدى بصورة رائعة كويس. الحمد لله على الشرم الشيخ وعلى الغردقة. الاسكندنافي ابتدى ينزل. الإيطالي طلب جامد على تحت في مرسى علم وبرضو في شرم الشيخ، برضو من الأسواق المهمة اللي ابتدت تيجي. برضو مش هننسى برضو أن في أسواق زي الهولندي والبلجيكي البولندي التشيكي. احنا عندنا في ميكس هايل، بس محتاجين تسويق تسويق تسويق، علشان احنا كان بيجي لنا 100 عاوزينهم يبقوا 200. انهي نوع من التسويق اللي تقصده؟ لان خلاص احنا كل شويه على فكره في انواع جديده من التسويق. يعني حتى فكره انه كان بنعتمد على الفلوجرز والبلوجرز ان هم بيعرفوا يسوقوا لنا كويس، حتى دي ابتدت في تطوير عنها، لانه في بعض الحين يقول لك ده خد فلوس عشان يعمل لي دعايه، بيفقد بعض الثقه. لكن في انواع كل شويه بيبقى في طرق تسويق جديد. بصي ستيل في على حسب كل ديستنيشن. يعني النهارده لسه السعوديه كان في حضرتك بتكلمي على موضوع الاونلاين، 71% ستيل بيروح لشركه 71% من السياح السعوديين لسه بيروحوا لشركه سياحه. يبقى انا هروح ادور لشركه سياحه. في جنسيات زي الانجليزي ده اونلاين لازم تروح له اونلاين. في جنسيات زي الالماني لازم تخاطبه من خلال شركات السياحه الصغيره. على حسب السوق هتبتدي تخاطبه كويس. انما مش هقدر ان انا يعني اوحد وسيله التسويق على الجانب. على حسب السوق اللي انا بس انا لازم اهتم باليونج ايج والشباب، يعني الميدل ايج ده هو مستقبل الجديد. لازم ابتدي اخاطبه واشوف هو الشانلز اللي هو عاوزها وابتدي ادخله منها. ودايما دورات الاسعار والخدمه بقت مهمين مع بعض. كل ما اقدم كواليتي في خدمه كويسه مع سعر مناسب ده اكبر حاجه ممكن تسوق. طيب ريمون، انت عودتنا دايما تقول لنا ارقام حتى بتطلع من عندك انت بس. يعني احنا دايما عندنا مشكله في فكره الاحصاء وفكره ان احنا نحط خطه تسويقيه مبنيه على ارقام. ويمكن حتى من الحاجات اللي كنا بندور عليها ان احنا يبقى عندنا بوابه الكترونيه عشان تعرف مثلا الاقبال على مدينه معينه، فتبتدي تتحرك على اساسها، تبتدي تفتح مجالات ان يبقى في طيارات اكتر، يعني حاجات كده. فخلينا نتكلم على ده وانت ماشي فيه ازاي، لان انا عارف انك بتعمل مجهود رهيب عشان تحط ارقام. لو تم الدعايه ليها بشكل كويس هنبص نلاقي الشركات بتلجا لك في انك انت تطلع ارقام. سواء بقى انت حتى عملت مره احصائيه مين ستات اكتر بيحبوا، رجاله اكتر بيحبوا ايه، اللي مش عارفه الاطفال بيحبوا ايه. عملت قبل كده كذا بحث كده كان ممتاز. يعني هو كل سوق احنا لازم بندرسه. يعني انا عشان السوق العربي لسه كنت بتقرا عنه عباره عنه، فبنبتدي نفهم كل سوق احنا بنبتدي نتوجه إيه عليه. دي حاجه مهمه. بس اللي انا هقدر اقوله لحضرتك مثلا في الغردقه ان اولموست 45-50% من البيزنس اللي بيجي النهارده للغردقه الماني. يعني نص الرقم ده نص السياحه المان. يعني ده اعداد كبيره طبعا بعد ما انحصرت. ده معناه ان احنا لازم الناس اللي بتشتغل تبقى على الاقل عندها اساسيات لغه الماني. يعني مثلا دي بيزكس لازم نعرف احنا نبقى عارفين الاسواق. الناس دي عمليه جدا إيه؟ يعني الناس دي لازم تبقى مواعيدها مظبوطه. المان زي المكان زي ما بيقول، بيدوروا على انترنت، بيدوروا على حد يتكلم اللغه بتاعتهم، بيدوروا على الاكل اللي هو بيحبوه، التلفزيون القنوات اللي هم يحبوا يتفرجوا عليها. بيحبوا جدا يعني تبقى اكريت، يعني ما ينفعش انت لازم مواعيد دقيقه وكل حاجه تبقى مظبوطه، كل كلمه هتقولها لازم هتنفذها. هم يعني الموضوع ده بالنسبه لهم مهم جدا. بصي حضرتك شرم الشيخ يحبوا ايه كمان؟ يحبوا انه ما يلاقوش مثلا حاجه مش في مكانها. يعني انا فاكره مره كان زمان بقى كانوا يصوروا مثلا لو في حته بلاطه بتتهز في البول مثلا، فاهم، يروح مصورها وبعتها للشركه بتاعته فتدي له الشركه فلوسه تاني. لا مش الالمان، لا مش الالمان، لا ده الالمان ممكن يجي معاك عشان يساعدك ازاي تصلح. لا بس يقول لك لان هم كمان شركاتهم بتديهم الاثوريتي ان هو يعمل ده وفلوسه ترجع تاني لو في حاجه مثلا ما عجبوش، لقى مسمار، لقى حاجه. فبالتالي هم يحبوا قوي انه يبقى في صيانه بشكل كبير. على ما اعتقد دي مش بس الالمان، يعني دي حاجه لازم نعملها حتى من غير اي حاجه. لو للمصريين لازم يبقى في صيانه بشكل مستمر في كل مكان. السر في المستقبل للسياحه الايكو توريزم، او اللي احنا نبقى للبيئه اصدقاء للبيئه. السائح النهارده بقى بيختار الديستنيشن اللي فيها فنادق او الفنادق رغم انها بتبقى اغلى، لكن عنده السعر ده بيدفع فلوس اكتر عشان يساعد البيئه. وده الاتجاه العالمي. احنا لو واعتقد احنا في بالنسبه لشرم الشيخ شغالين على الموضوع ده بقوه. احنا عاوزين نحول مصر كلها. عايز اقول لك الاقصر واسوان كمان بقى فيها الاتجاه ده بشكل كبير جدا. بقى في منتجعات بتزرع وتاكل الناس وبتربي حيوانات، يعني فراخ ودواجن. السائح احنا بنبيع له الكلام ده على فكره. انا بدي له انفورميشن بيقول لك فروم اور فارمز، هتيجي تاكل من اللي احنا زارعينه. السائح بيدور على ازاي ان هو يساعد المجتمع.
في ريسبونسبيلتي توريزم دلوقتي، الناس بتيجي تساعدك. مش بس موضوع ان هي بتدفع فلوس، لا ممكن تعلم لك الناس. اتكلمت في الموضوع ده كذا مره. انا قوي في الانجليش مثلا، ممكن اخد مجموعه. هو جاي اسبوع مثلا؟ لا لا لا، هو جاي علشان عنده هدف نبيل معين ان هو عاوز ينفذه، ودي نوع من انواع السياحه مشهوره جدا وابتدوا بيشتغلوا عليها بيدعموا. ده بيعملوها في مدارس في اوروبا، انه يطلعوا دوله ناميه ويحاولوا يطوروا، يروحوا فيها الاماكن الفقيره فيها ويشغلوا. واحنا ممكن نسوق ده وسياحه، هو بيجي وبيصرف فلوس وبيعلم لنا ناس، وفي كالتشر مختلف احنا بنقدر ان احنا نتجاوب. انا شايف ان احنا محتاجين ان احنا نهتم بريسبونسبيلتي توريزم، وده دايما من بيبقى اتجاه من الدوله شويه، من الشؤون الاجتماعيه مع وزاره الخارجيه، ونبتدي نقول يا جماعه احنا محتاجين مساعدتكم كسياح في المناطق دي. هيطورها، هيبقى عنده استعداد، هيطورها. احنا لازم نستغل السياحه من كذا وجهه، وجهه انسانيه، وجهه فنيه، ووجهه عمليه. وحتى النهارده الانفستمنت، يعني احنا محتاجين انفسترز، فلازم برضو نشوف ازاي اللي احنا تو اتراكت الانفسترز لمصر علشان نقوي المنظومه السياحيه من خلال مال خارجي او مال اجنبي، لان احنا محتاجين ضخ العمله في مصر. فلازم ان احنا نشتغل على السياحه حاليا. انا عاوز انفستر من بره يبني مدينه، يعمل فنادق، يشغل عماله، يحرك سياحه. لان طول ما انا بربط انا بانفسترز من كذا دوله، بعمل علاقات قويه بتخلي الدوله بتحافظ عليا عن طريق الانفستر، لان الفلوس اللي بيني وبينها دي فلوس استثمارات هو عاوز يحافظ عليها، فعمره ما هيجي عليا. انت ريمون متفائل في الفتره القادمه دي انه حتى لو استمرت الحرب دي انه يبقى عندنا اداره ازمه في الفتره الجايه، وبالذات في مجال السياحه او في قطاع احنا السياحه الروسيه ابتدت ترجع تاني. يبقى عندنا في طيران عدد قليل مش كبير، ما فيش طيران اصلا. لا لا، روسيا فتحت وابتدى يبقى عندنا طيارات، نزل حوالي 4 أو 5 طيارات. هو يعني الموضوع يعني برضو اعلاميا. خلينا نبص على الجانب التاني. لا في احنا في مصر عندنا برودكت قوي، في بعد الازمه بتاعه الكورونا في ناس كتير عاوزه تسافر. الوضع الاقتصادي العالمي يشجع ان السائح يروح على ديستنيشن قريبه لان احنا بالنسبه لاوروبا قريبه، فمش هيدفع كتير في ثمن تذكره طيران. صحيح. فبالتالي هتبقى ارخص، باكج ارخص. مش لازم ان الفندق يبقى رخيص، بس الباكج نفسها بالطيران هيبقى ارخص. احنا عندنا تحفيز وفيها محفزات كتير ان هو يجي عندنا، خاصه الجو عندنا رائع. موسم الصيف ان شاء الله هيبقى موسم قوي باذن ربنا. ويعني بدعم الدوله وبدعم المصريين انا شايف الموضوع هيبقى مختلف. طيب يعني احنا استمتعنا جدا يا ريمون وخدنا افكار، يعني لو المهتم او المسؤولين لو خدوا فعلا نقطه كده قلتها يا ريت تتنفذ يعني ان شاء الله. انا بشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتنا واسعدتنا ريمون نجيب، وهو مدير تسويق سياحي لاحد شركات الفنادق. نورتنا واسعدتنا ريمون بافكارك الحلوه. نشوفك ان شاء الله تاني قريب. أكيد. يا رب تكونوا استمتعتوا معنا بحلقتنا النهارده، نشوفكم الحلقه الجايه.